حد ضمير، حد راعي، حد انسان. انا عايزه انسان، عايزه انسان يستقبلني، عايزه انسان بس يراعي ظروف بنتي. بنتي كانت بتعمل اللي وزيها زي اي طفله، بنتي كانت سايبه خالص. دخلت على رجلها خرجت جثة بسبب الإهمال الطبي. حالة بنتي اتدهورت بعد إجراء عملية اللوز، وطبيب التخدير حاول إقناعنا بإنها طبيعية. مش هنسيب قضيتنا وهنلجأ للنيابة العامة. وفت طفلة 6 سنوات دخلت العمليات لإجراء عملية اللوز، خرجت للعناية المركزة وحالتها خطيرة، وتوفيت بعد 15 يوم في غيبوبة تامة. يا ترى إيه الحكاية؟ حررت أسرة طفلة في العام 6 من عمرها محضر رقم 9437 إداري الصمتة تتهم في مركز طبي خاص بالإهمال بعد دخول الطفلة في غيبوبة لمدة 15 يوم ووفتها بعد إجراء جراحة اللوز بالمركز. وأكدت أسرة الطفلة الضحية إن جهات التحقيق قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، لقيامه بالتقدم ببلاغ اتهموا في طبيبان بالإهمال والتسبب في تدهور حالتها ودخولها في غيبوبة وفقدان الوعي بعد إجراءها عملية جراحية لاستئصال اللوز. كان اللواء محمد عمار مدير أمن محافظة الغربية قد تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة الصمتة يفيد بقيام أحمد فرحات مدرس ومقيم بقرية شنراق التابعة لدائرة المركز بالتقدم ببلاغ يتهم فيه طبيبان، أحدهما تخصص أنف وأذن وحنجرة والآخر طبيب تخدير، بالتسبب في دخول طفلته نور عمرها 6 سنوات في غيبوبة وفقدان الوعي بعد إجراءها عملية استئصال اللوز بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة الصمتة، وتم تحرير المحضر وتواصلت جهات التحقيق للتحقيقات في الواقعة، وسادت حالة من الحزن الشديد على رواد التواصل الاجتماعي وتحديدا محافظة الغربية. أمس الخميس بعد أن أعلنت أسرة الطفلة نور فرحات وفاة ابنتهم بعد غيبوبة 15 يوم ضحية الخطأ الطبي. وفي تصريحات سابقة لوالدة الطفلة نور قالت إنها أجرت عملية اللوز بأحد المراكز الطبية الخاصة وبسبب خطأ طبي فقدت 4 وحدات دم وخرجت من العمليات في حالة إغماء شديد. وقال أحمد فرحات والد الطفلة نور في مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر إن ابنته خضعت لعملية استئصال اللوز بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، وبعد إجراء العملية بنص ساعة أبلغهم الجراح وطبيب التخدير باستفاقة الطفلة والسماح ليها بالأكل. وأضاف وبمجرد وصلنا البيت ارتفعت درجة حرارة البنت وأصيبت بتشنجات مستمرة ودخلت في غيبوبة. متابعا حاولنا الاستغاثة بالطبيب ونصحنا بالتوجه لأقرب طبيب أطفال. وتابع حالة بنتي اتدهورت بعد إجراء عملية اللوز، وطبيب التخدير حاول إقناعنا بأنها طبيعية، وتوجهنا بعد تدهور حالتها لمركز طبي خاص لمحاولة إنقاذها، مشيرا إلى أن نقص الأكسجين في المخ هو السبب في تدهور الحالة الصحية لابنته ووفاتها. وقال محمد فرحات عم الطفلة إن نقيب أطباء الغربية يدافع عن الأطباء دون الإلمام بتفاصيل الواقعة، وأوضح إن المركز اللي اتعملت فيه الجراحة للطفلة الراحلة نور كان متشمع قبل الواقعة ب 12 يوم. مضيفا مش هنسيب قضيتنا وسنلجا للنيابه العامه والقضاء. انا والده الطفله نور بستغيث بوزير الصحه، اي حد مسؤول، اي حد مسؤول، انا محتاجه الاوضه دي تبقى اي مستشفى حكومي، بس يا ريت تكون مستشفى كويسه، حد يهتم بحالة بنتي، عايزه حد عنده ضمير، حد يراعي، حد انسان. انا عايزه انسان، عايزه انسان يستقبلني، عايزه انسان بس يراعي ظروف بنتي، ياخد بنتي. بنتي كانت بتعمل اللي وزيها زي اي طفله، بنتي كانت سايبه خالص. حسبي الله ونعم الوكيل.